بالنسبة للهدنة احنا عمليا النازحين مش مستفيدين منها تمام نهائيا، يعني مش قادرين نحصل حتى على المواد الأساسية، يعني مثلا الطحين مش قادرين نحصل على طحين. الشعب كله بشكل عام بدنا توقف الحرب عشان نقدر نرجع على بيوتنا، نشوف ايش صار في بيوتنا، ايش صار في اهالينا. في إلنا كمان ناس ما طلعتش من غزة وكانت تحت القصف وما فيش اتصالات، الشبكات واقفة. فاحنا يعني بدنا الحرب تنتهي عشان الواحد كل واحد يرجع يشوف مصالحه، يشوف بيته، يشوف اهله، يطمن على اهله اللي ضايلين هناك مش عارفين نتواصل معاهم ونطمن عليهم، ماتوا عايشين، دورنا راحت واقفة قاعدة، نرجع على الشارع، نرجع على بيتنا، ما مش فاهمين اشي. يعني بكف استهتار في هذا الشعب، هذا الشعب دق مرارة كبرى. ليس 48 ولا 57 ولا 67 ولا 73 ولا غيره، احنا شفنا اكثر من هيروشيما واكثر من مما ما يتوقعه العالم من كارثة في قطاع غزة. احنا الان في الجنوب عند اهلنا، صحيح اخواننا، ولكن احنا مش متحملين هذه المعاناة اللي احنا بنشوفها. احنا بنطالب انه يكون وقف تام لاطلاق النار ووقف للحرب تماما، حتى يعود كل انسان لمكانه ولطبيعه حياته ولعمله ولحياتنا الطبيعيه اللي احنا فقدناها. بدي هدنه دائمه، بس بدناش هدنه يوم ويومين، احنا بدنا نروح على دورنا على شمال غزه، بدناش نضلنا في الجنوب مشتتين قاعدين في المدارس، لا عندنا ملابس، لا عندنا اغطيه، لا عندنا ساكنين تحت الامطار.